وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه. ونقلوا عن شيخ الإسلام رحمه الله وقبله الإمام النووي رحمه الله وغيرهم من العلماء أنهم كانوا أطفالاً ويذهبون لحلق العلم في المساجد، فيأتي أقرانهم من الشباب الغافلين ويحاولون منعهم عن طلب العلم، فيتحملونهم كذا ويتخلصون منهم ويذهبون يبكون لحلق العلم. ومضت الأيام وصار هؤلاء أئمة، وأولئك من العوام ما حصلوا شيء، وهؤلاء أئمة يترحم عليهم إلى اليوم وإلى أن يأتي الله بأمر. نعم، أحسن الله إليكم.